أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود طقس صافي 23 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة حوالي 50%، أما الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة. أنتقل الآن وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 19 إلى 6، عرعر 18 إلى 6، وتبوك 21 إلى 6 مع طقس صافي بشكل عام. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة، حيث يسود طقس صافي 27 إلى 15، جدة 33 إلى 18، مكة المكرمة 33 إلى 19، والطائف 25 إلى 11. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية نبدأها بجازان 29 إلى 26، أبا 23 إلى 9 درجات، الباحة 20 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأها بالدمام، حيث تتفرق بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة 25 إلى 14، حفر الباطن 20 إلى 12، والإحساء 25 إلى 12. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، طقس صافي 23 إلى 10، بريدة 21 إلى 9، وحائل 18 إلى 6. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.